ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العقرب ليوم الاحد 19 يونيو حزيران 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر. هتعرف النهاردة تاخد نفس عميق جدا جدا وتسترخي مرة تانية. الوقت هيبقى مناسب جدا علشان تفكر في نتائج مجهوداتك اللي انت بتقوم بيها واللي كنت بتقوم بيها قبل كده. استغل المرحلة دي علشان تعرف تحسن حالتك الصحية اكتر، وهتعرف تديلك الفيتامينات والهواء النقي عقد جديد من الحياة والطاقة واللي هيكون عندك في غاية الأهمية ليك. هتعرف النهاردة تتمتع بحياة خاصة جدا تقضي من خلالها اوقات اكتر من اللي انت كنت مستمتع بيها. اصدقائك وعيلتك النهاردة في حالة كبيرة فيها عدم وجود سوء تفاهم ونزاعات في طريقك. توقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. هتواجه اليوم شوية من المواقف اللي ممكن تبقى بتختبرك لاقصى حد. من المهم بس انك ما تفقدش ثقتك ولا قدرتك على انك تمتلك القدرة الدايمة علشان تغير الظروف دي لظروف تانية. لو كنت بتواجه مشكلات في الشغل، هتحاول انك ما تفقدش سيطرتك وتكتشف افضل طريقة تحل بيها مشكلاتك القائمة. كل المشكلات بتوضع امامك النهاردة علشان تعرف تتعلم منها. ممكن تستخدم الاوقات الصعبة دي بشكل ايجابي علشان تحسن بيها كل مهاراتك. توقعات العشرية التالتة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. لازم تبقى بتستعد علشان تواجه مشكلات كتيرة جديدة. امورك النهاردة مش كويسة في الشغل، ممكن مش هتعرف تتقدم من خلالها ولا تنجز من خلالها حاجات كتير. النهاردة هتجعلك ده بيخيفك بشكل كبير في المرحلة دي. بتيجي وبتمشي، مفيش حاجة في حياتك تعتبر خاصة في الفترة دي. انت بحاجة بس انك تلاقي دافع جديد علشان تشعر ان علاقاتك مع كل الاشخاص اللي حواليك ممكن تكون بتفقد رونقها. اكسر قيود الروتين اكتر واعمل حاجات تعتبر غير تقليدية في يومك ده.